نتكلم بقى في الفيوجن دلوقتي وبعدين طبعا الاجهزه الجديده الهاي تيز والجريدمنتس الموجوده بقت اقوى، الستريس بتاع الجريدمنت بلاين بقى اقوى، فده اولا يخلينا نقدر نعمل ديفيوجن سيكونس كويس. بنعمل ازاي كوانتيتيف اناليسيس للديفيوجن؟ يعني احنا كواليتيف اناليسيس ان احنا نشوفها بعينينا، نشوف الصوره بعينينا، فنقدر نشوف ان الحته فيها ديفيوجن ريستريكشن ولا لا. الكوانتيتيف اناليسيس بيتعمل بايه؟ بالديفيوجن يعني. لا المفروض ناخد الكلام ده في النور، لان هو الديفيوجن الابلكيشن بتاعته النور اكتر من جنرال. الاي بي سي هي حركه الوتر في الاكسترا سيلولار. الاي بي سي دي عباره عن الكوانتيتيف ترانزاكشن ديفيوجن دلوقتي بسرعه كده، وهنشرح يعني ايه بي فاليو وازاي بنعمل الديفيوجن. هو الديفيوجن بيقيس الراندم موشن بتاعت الووتر موليكيولز. الراندم موشن دي اسمها براونيان موشن، ان الووتر موليكيولز لما بتبقى موجوده في حاجه ما فيهاش ريستريكشن بتتحرك بحريتها. الحركه دي اسمها براونيان موفمنت او براونيان موشن. الحركه دي بتبتدي تتاثر لما الووتر تبقى موجوده ضمن تيشو، وكل تيشو بيأثر على حركه الووتر غير التاني. فاحنا لو عندنا ووتر موجوده في كونتينر عادي زي اللي احنا شايفينه ده في حله مثلا كده، فالووتر موجوده بتتحرك بحريتها خالص، تقعد تخبط في بعض البحر. لكن لما تبقى موجوده في تيشو في سيلز، يعني دي سيل اهي، والسيلز دي متبصصه جنب بعضها، والووتر موليكيولز ما بين السيلز وما بين بعضها، ده اللي بيحصل سام سورت ريستريكشن للموفمنت بتاع الووتر وسط السيلز. لما يبقى التيشو ده فيه سيل دامج، يعني سيل متكسره، طبعا معنى كده ان عدد السيلز بيقل، معنى كده ان الموفمنت بتبتدي تبقى ما فيهاش ريستريكشن، بتبتدي يقل الريستريكشن بتاعة الووتر موليكيولز. زي ايه التيشوز اللي ريبورتد تو امبيد ديفيوجن او قلل الديفيوجن بتاع الووتر موليكيولز؟ من اشهر الحاجات التيومر طبعا، والسايتوتوكسيك ايديما، والابسس. السايتوتوكسيك ايديما زي اللي بتحصل مع برين فانكشن او الاسكيميك تشينجز في البرين. الابسس والتيشوز اللي فيها فايبروزس، والتيومر بالذات لو هاي سيلولر، كل ما التيومر يبقى هاي سيلولر كل ما ده معناه ان في ريستريكشن للديفيوجن. زي ايه؟ زي مثلا الليمفوما، يعني هي هايلي كومباكتد سيلز، الليمفوسايتس جنب بعضيها كتير، فدي بتعمل ريستريكشن. زي في البرين لما يضرب المستومه، بيضرب المستومه هاي سيلولر ليجن، فبيعمل ريستريكشن. الديفيوجن ده عباره عن سيكونس بتتطور من التيشو ويتد. معلش عشان نحاول نخلص بسرعه، هنحاول نخليها مش طويله. يبقى الديفيوجن ده عباره عن سيكونس اتطور من التي 2 ويتد العادي. احنا في التي 2 ويتد سيكونس بندي حاجه اسمها 90 ديجري فريكوانسي ار اف، ريدي فريكوانسي بالز، فولود باي 180 ديجري ار اف بالز. ده في الفيزيكس العاديه بتعملها معانا، ممكن تكونوا عارفين يعني ايه التي 1 يعني ايه تي 2. فاحنا في التي 2 بندي ار اف واحده 90 ديجري فولود باي واحده 180 ديجري، ونقيس الترانسفيرس ريلاكسيشن بتاع الهيدروجين او البروتونز ديورينج ريلاكسيشن افتر ابلكيشن اوف 180 ديجري ار اف بلس. تمام. الديفيوجن بقى احنا بنعمل فيه ايه؟ بنعمل حاجه اسمها بعد ما ندي الار اف بلس ده ال 90 و 180، بنحط التيشو او بنحط العيان في ماجنت جريدينت، يعني بنحطه في جريدينت. الجريدينت ده اول واحد اسمه دي فيزنج جريدينت، ثاني واحد اسمه ري فيزنج جريدينت. يعني ايه يا جماعه الكلام ده بمنتهى البساطه؟ احنا عندنا ادي 190 ديجري باس، وعندنا ادي 180 باس. ده تي 2 العادي. حلو الكلام؟ بعد ال 90 ديجري بنحط حاجه اسمها دي فيزنج باس. يعني ايه دي فيزنج؟ يعني انت لما بتدي العيان 90 ديجري باس، لو تفتكروا في الفيزيكس هتبقى واي ان لما بتدي 90 ديجري بارس بيبتدي البروتون يحصل لها الاينمنت، يبقى تحطوا كلهم في فيز واحد وبعدين تديهم بارس تاني 180، تقلبوا 180 درجه، تخلي البروتون يتقلب 180 درجه، وبعدين تقيس التي 2 سيجنال ديورنج الريلاكسيشن وهو بيريلاكس من ال 180 درجه دول. فديورنج الريلاكسيشن ده بتقيس التي 2 سيجنال بتاعه.
لما نيجي العيان بعد ال 90 ديجري بارتس نحطه في جريديانت، الجريديانت ده هو اساسا محطوط في فيز معينه، المولكيولز البروتون سوري محطوطه في فيز معينه. انا ابتدي احطه في الجريديانت بتاع ماجنت، الجريديانت ده يخليه يعمل له دي فيزنج للفيز اللي هو محطوط فيه. خلاص؟ وبعدين اديه تاني ال 180 بالص، فاقلبه 180 درجه عن الوضع اللي هو موجود عليه دلوقتي في الدي فيزنج جريديانت. بعدين احط له جريديانت تاني بعد ال 180 درجه اسمه ري فيزنج، يرجعه للفيز درجه. بعد ما احط الدي فيزنج وري فيزنج ابتدي اقيس السيجنال. يبقى السيجنال اللي هتحصل دلوقتي معتمد على حاجتين. اول حاجه الدي تو ويتنج العادي، تاني حاجه الديفيوجن بتاع الووتر مولكيولز نتيجه الدي فيزنج والري فيزنج جريدنت. بمعنى ايه؟ معنى ان انا لو جبت التيشو، التيشو ده ريلاتيفلي ستاتيك، يعني ريلاتيفلي الووتر مولكيولز اللي فيه مش بتتحرك جامد، يبقى لما اجي اقيس الديفيوجن بتاعه بعد الدي فيزنج والري فيزنج يبقى هيعتمد مني على ايه؟ احنا قلنا الديفيوجن معتمد على حاجتين، التيتو وعلى الديفيوجن، على الموفمنت بتاعت الووتر. لو هو التيشو ده اساسا ما فيهوش موفمنت عاليه، الووتر ما بتتحركش كتير، واجي انا اقيس بقى بعد كده، يبقى انا معتمد على ايه مني بقى هنا؟ على التيتو مني. يبقى هو اساسا ما فيهوش اصلا حركه، هو اساسا ريستريكتد. فيبقى مين اللي هيديني السيجنال؟ هو التيتو ويتنج بتاع التيشو ده، وفي الحاله دي السيجنال مش هيحصل لها تشينج، هتبقى سستين سيجنال. لو جينا بقى على التيشو اللي تحتيه ده، هو اصلا في موفمنت، الووتر مولكيولز بتتحرك، بعدين اديته دي فيزنج وري فيزنج وجيت اقيس بعد كده، هيحصل تشينج في السيجنال ليه؟ لان هو اصلا الووتر بتتحرك كتير، فلما الووتر بتتحرك كتير بعد ما اديها ري فيزنج السيجنال بتاعتها هتتغير. ليه؟ لان هي اتحركت، لان هي مش ستاتيك، هي اتحركت، فطالما اتحركت هيحصل لها تشينج اوف سيجنال. ففي الحاله دي لما انا اقيس الديفيوجن، يبقى انا في الحاله دي اللي هيأثر لي على السيجنال اكتر هو ذا ووتر مولكيول موفمنت، هي اللي هتأثر اكتر من التي 2. تمام؟ عشان كده عندنا في الارتفاكت اللي بتحصل من الديفيوجن حاجه اسمها تي 2 شاين ثرو افكت. ايه تي 2 شاين ثرو افكت؟ لما بيبقى عندي ليجن فيه ووتر كتير والووتر بتتحرك كتير، مني اللي بيأثر على الموفمنت، اللي بيأثر على السيجنال هي الووتر، كمية المية اللي موجودة. فلما اجي اقيس بعد كده بقيس التي 2 بس، التي 2 بس هي اللي باينه لي اكتر من حركة الووتر، فبتعمل حاجة اسمها تي 2 شاين ثرو افكت او ارتفاكت. خلاص، ده شرح الكلام اللي انا قلته نظري، علشان لما تيجي تقرا المحاضرة. ايه بقى هو البي فاليو اللي احنا بنقيس على اساسه الديفيوجن؟ البي فاليو ده تيرم بي ريفير تو ذا سترينث اوف ديفيوجن سنسيتايزنج جريدينت. يعني ايه؟ يعني قوه الجريدينت اللي انا بحط العيان فيه هو البي فاليو. لو انا البي فاليو بتاعتي دي زيرو، معنى كده ان الجريدينت عندي اللي هنديه للعيان هو زيرو، يبقى انا بقيس ايه في العيان ده؟ اونلي تي 2، ما بقيتش ديفيوجن. لما عندي البي فاليو زيرو، ده معناها ان انا البي فاليو ده السيكونس اللي انا عامل له ديفيوجن وذ بي فاليو اوف زيرو مينز ذات انا بقيس التي 2 سيجنال اونلي. خلاص؟ لما كل ما اعلي البي فاليو كل ما اكون بقيس اكتر الديفيوجن بتاع الاونلي. البي فاليو بيتقاس according to the tissue، بيتحدد according to the tissue، يعني البي فاليو اللي انا بستخدمه في البرين غير البي فاليو اللي انا بستخدمه في الليفر. تمام؟ موستلي البي فاليو اللي بستخدمه في الليفر عاده ما بيكون ما بين 500 ل 600، والبي فاليو بيتقاس بحاجه اسمها مليمتر سكوير بير سكند. تمام؟ يبقى البي فاليو لما انا اقيس اقول ان هو 50 او 100، ده معناها ان هو مليمتر سكوير بير سكند. ده السترينث اوف ذا ديفيوجن جريدينت. معلش طبعا هو احنا عارفين ان هو الفيزيكس غلسه شويه، بس لازم تبقوا فاهمين حتى شويه برنسبلز عشان تبقى لما تشوف الصوره تبقى عارف الصوره جت منين. خلاص، يبقى عاده البي فاليو اللي بنستخدمه في الليفر هو البي فاليو عموما اللي بيستخدم ما بين 500 و1000، وعاده اللي بنستخدمه في الليفر بيكون ما بين 500 و600. ال 1000 ده عاده بيستخدم في البرين وفي السباينال كورد والحاجات دي. ايه بقى الاي دي سي ده؟
الاي دي سي ده اللي هو الكوانتيتيف بقى ميجر، ان انا اقيس بالظبط ارقام للديفيوجن بتاع التيشن، ان انا بعرف رقم للديفيوجن بتاع التيشن. تمام؟ فالاي دي سي فاليو ده هو عباره عن معادله، او مش معادله، اللي هو اسمها ايه لما بتعمل اكس وواي دياجرام، دياجرام جراف، دياجرام جراف بالظبط. لما تحط الجريدينت سترينث بلوتد على الاكس، البي فاليو على الاكس اكسس، وتحط على الواي اكسس اللوغاريزم بتاع مش عارف الريلاتيف سيجنال انتنسيتي. المهم يعني هو حاجه كده بنقيس بيها كميه الديفيوجن اللي حصلت علشان نعرف اذا كان في ريستريكشن ولا مفيش ريستريكشن. يبقى الكوانتيتيف ميثود هي الاي دي سي ماب اللي احنا بنشوفها، والاي دي سي دي ممكن اعمل منها صوره برضه، وبتبقى الصوره بتاعتها عكس صوره الديفيوجن. يبقى انا لما بعمل ديفيوجن ولقيت الليجن جوه صوره الديفيوجن هايبر انتنس، ابص بعد كده على الاي دي سي ماب او الاي دي سي ايمج. لو الليجن جوه الاي دي سي ايمج لونه هايبر انتنس هو كمان، ده معناها ان مفيش ريستريكشن، لكن ده تي تو افكت، يعني ده معناها ان الليجن هو فيه ميه كتير، عشان كده باين لي هايبر انتنس ديفيوجن وباين لي في الاي دي سي هايبر انتنس. امتى اقول عليه ريستريكتد؟ لما الاقيه في الاي دي سي هايبر انتنس لونه اسود. والاي دي سي فاليو ده لو كوانتيتيف مثلا زي ما قلنا، وبيتقاس بيه اذا كان في لو كات اوف لاين، اذا كان نقدر نقول ان الليجن ده فيه ريستريكشن ولا مفيش ريستريكشن زي ما هنشوف بعد كده. يعني يا دكتور الهايبر انتنس بتبقى الاي دي سي فاليو بتاعته عاليه، لما بيبقى هايبر انتنس في التي 2 بيبقى الاي دي سي عالي. هايبر انتنس لما يبقى ريستريكتد، يبقى هايبر انتنس هو كمان لو ما فيش ريستريكشن. صوره او بيتعمل له صوره وبيتعمل له فاليو رقم، الرقم ده الجهاز بيقيسه، انت بتقيس حاجه، انت بتجيب الليجن وبتقيس الاي دي سي على الحته اللي انت عايزها، فالجهاز بيطلع لك الفاليو. انت مش بتعمل اي حاجه، انا بس بقول لك هو جاي منين، بقول لك حاجه تشوف هو جاي منين. تمام؟ وبتشوف الصوره لما بتلاقي الليجن هنا هايبر وهنا هايبو، ده معناها ان هو ريستريكشن. لو لقيته ان هنا هايبر ولكن هنا برضه هايبر، ده معناها ان هو ما فيهوش ريستريكشن، ده تي 2 شاين ثرو ارتيفاكت او زي ما قلنا الاناليسابيلتي از اوتوميتد بروسيس في السكانر، انت ما بتعملش حاجه، انت اللي بتقعد تحسبها، هو السكانر هو اللي بيطلعها. ده التي 2 اللي احنا كنا عمالين نقول عليه من الصبح، التي 2 شاين ثرو افكت. ده بيحصل لما يبقى فيه ووتر مولكيولز كتيره، هاي فلويد كونتنت في الليجن، الليجن بيبقى اللي بيأثر عليه اكتر واللي مبينه اكتر كميه الميه اللي موجوده، بتعلي السيجنال عن السيجنال بتاعت الديفيوجن، فبيبقى اللي باين لي اكتر السيجنال بتاعت التي 2 مش بتاعت الديفيوجن. لان احنا قلنا في الديفيوجن احنا بنقيس حاجتين، التي 2 سيجنال والديفيوجن سيجنال، او الريستريكشن اوف ديفيوجن سيجنال. فلو في واحدة عالية جدا عن التانية بتغطي على السيجنال بتاعت من البيت فولز بتاعت الديفيوجن. انتوا خدتوا المحاضرة بتاعت الليفر بعد كده، صار في عندكم ان الهيمنجيوما بتبقى فيها ريستريكشن. اكشولي الهيمنجيوما فيها فولز ريستريكشن، مش ترو ريستريكشن اوف ديفيوجن. الفولز ريستريكشن ده ناتج من وجود ان البلاد بيبقى ماشي جوه السينوسايدز دي بتاعت الهيمنجيوما ان سلو واي. فالسلو فلوينج بلاد ده بيدي هايبر انتنس سيجنال في الديفيوجن وهايبر انتنس في الاي دي سي فاليو، فتبان اكنها ريستريكتد. ده نتيجه ان الموفمنت بتاعه البلاد، البلاد اوريدي بيتحرك، يعني انا كده مش بقيس بس التي 2 وكمان الديفيوجن بتاع الووتر مولكيول بعد ما احط جريدينت، لا ده انا عندي افكت كمان ان في فلو اوف فلويد، الفلويد ده اللي هو البلاد ماشي جوه الليجن، فيبقى عندي ثلاثه افكت. هي الهيمنجيوما في حد ذاتها ما فيهاش ريستريكشن، يعني الفلو الووتر اللي فيها ما بيحصلهاش ريستريكشن، لكن اللي بيديني السيجنال بتاع الريستريكشن هو ايه؟ الموفمنت اوف بلاد، بيضيع السيجنال بتاع الديفيوجن فيديني احساس ان الليجن ده ريستريكتد. اكشولي هو مش ريستريكتد مع انه بيبان ريستريكتد. ده اللي انت بتقول عليه، ده اللي هي تي 2 ويت. ده يعني انا بتكلم في نقطه واحده بس اللي هي الديفيوجن. طبعا احنا ما بنعملش اكزامينشن ليجن بسيكونس واحد، احنا بنعمل بكذا سيكونس. فانت لو لقيت ليجن ريستريكتد وشاكك انه هيمنجيوما، هنعمل ايه؟ اللي هو بيقول عليه الهافي تي 2 ويت، تعلي
التي ار، بحيث ان انا اضيع الافكت بتاع بقيه الليجنز اللي فيهم هاي ووتر كونتنت، ويفضل لي بس الهيمانجيوما تدي لي اللايت بارك افكت زي ما تكون محمد شرحها لكم مره ثانيه، بتنور زي ما تكون لمبه. حتى ايفن السيست بيسبرس ان هافي تي تو ويتد ايمجز، لو في سيست ومليان ميه بيبتدي يسبرس، يبتدي الميه اللي فيه تغمق. لكن في الهافي تي تو ويتد ايمجز الهيمانجيوما بتفضل هايبر انتنس، بتدي اللايت بارك ساين ان هي لونها بيفضل هايبر انتنس، لونها بيفضل ابيض. فدي ده سيكونس ثاني اللي انت بتتكلم عليه اللي هو الهافي تي تو سيكونس. وده طبعا من ضمن الاكزامينشن، احنا بنعمل الليفر ديفيوجن وبنعمل له تي 2 وبنعمل الهيفي تي 2 لو شكلها يعني ايه الهيموجيوما، وبنعمل الدايناميك ستادي اللي احنا بنحل ونشوف الارتيريال والفينس والديلين ونشوف الباترن اوف انهانسمنت اوف ذا ليجن. يبقى احنا بيبقى عندنا ديفرنت موداليتيز في نفس الليجن اقدر اكاركترايز الليجن. يعني لو شكك ان ده ليجن هيموجيوما ولا اتش سي سي بعمل له كل حاجه. الاتش سي سي اه ممكن يبقى ريستريكشن، الهيموجيوما فيها ريستريكشن. طب ايه اللي يفرق لي الهيفي تي 2 وكمان ايه تاني؟ الدايناميك ستايل الهيموجيوما بيحصل لها بريفرال انتربتد نوتيلر انهانسمنت وجراديوال فيلينج، لكن الاتش سي سي بيحصل لها ايه؟ ارتيريال هايبر انهانسمنت ويز بوش اوت ان ذا بورتال اند ديلي. فانا بفحص الليجن بديفرنت سيكونسز عشان اقدر اكاركترايز الليجن، وده ميزه الام ار اي عن السي تي. السي تي انا ما عنديش الباتر موجود بس اقدر اشوف زي هنا حاجه دي هيمانجيوما دي ارتيريال فيز، شايفين البريفرنت انهانسمنت اللي موجود ده، والتي 2 الهيمانجيوما هايبر انتنس. لما عملنا لها ديفيوجن بدات يبقى فيها حتت هايبر انتنس وحتت ايزو انتنس، وفي الاي دي سي بدات تبقى هايبو او ايزو تو هايبو انتنس، ده معناه ان هي ريستريكتد. لكن اكشوالي ده مش نتيجه ريستريكشن، ده نتيجه slowly flowing blood within the lesion. من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها مع الديفيوجن الايرون اوفرلود. في الديفيوجن يعني ممكن تكون نتيجه اي حاجه، يعني ممكن يكون نتيجه ان الحته دي ما فيهاش ريستكشن، فيها شويه فلويد، فيها اي حاجه، فعامله تي 2 زي تي 2 شايف حته ما فيهاش اي ريستكشن ففلويد زي تي 2. طبعا الايرون بيأثر طبعا على الديفيوجن، الايرون بيعمل ريستكشن. فاحنا لما ندي عيان السبايو اللي هو قال عليه الدكتور السبب في المره اللي فاتت، السبايو ده هيتاخد في الكوبر سيلز ويفضل لنا الليجنز اللي ما بتاخدش السبايو زي الميتاستاسيس. في الحاله دي لو عملنا لها ديفيوجن زي ما بنعمل السبايو بنشوف بعدين بنشوف بنحقن عين السبايو ونعمل له تي 2 والتي 2 يبين لنا الليجنز اللي ما فيهاش كوبر سيلز ما خدتش السبايو، الديفيوجن نفس الحكايه ان احنا في الحته اللي ما خدتش السبايو مش هيبقى فيها ريستريكشن فهتفضل هايبر. ايه كلينيكال ابلكيشن بقى بتاعت الديفيوجن في الليفر؟ هما ثلاثه مينلي، اهم واحد فيهم الديتكشن اند كاركترايزيشن اوف فوكال هيباتيتيشن زي ما اللي احنا قاعدين نقوله من الصبح، ان نشوف الهيمانجيوما، نشوف الاتش سي، نشوف الميتاستاسيس ونقدر نكاركترايز. من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بيتعمل عليها ريسيرش دلوقتي الايفالويشن اوف بوست تريتمنت تشينجز ان ذا تيومر مايكرو انفايرمنت، يعني ان انا عندي عيان عنده اتش سي حقنته كيمو امبولايزيشن وعايز اشوف الريسبونس، اقدر اشوف الريسبونس ايه بكذا حاجه، من ضمنهم الارتيريال هايبر انهانسمنت لو الليجن لسه فيه ريزيديوال اكتيفيتي، لما اجي احقن العيان جادولينيوم هلاقي التيومر انهانسنج. الحاجه الثانيه اللي اقدر احكم بيها هي الديفيوجن. موستلي الاتش سي سي بيبقى فيها ريستريكشن اوف ديفيوجن عشان هي تيومر. طيب لو العيان ده خد عمل له ار اف او عمل له كيمو امبولايزيشن، انا عملت ايه في التيومر ده؟ كسرته. فاكرين الصوره الاولانيه اللي انا وريتها لكم لما يبقى في دامج سيلز يحصل ايه للووتر موليكيولز؟ الديفيوجن يتحرك عنه. يبقى انا بعد التريتمنت الريستريكشن هيزيد ولا هيقل؟ هيقل. هيقل الريستريكشن هيقل. الريستريكشن اوف ووتر موليكيولز هيقل. يبقى بعد التريتمنت هيبقى ما فيش ريستريكشن اوف ديفيوجن. خلاص؟ والحاجه الثالثه اللي ممكن نستخدمها في الديفيوجن اللي هو الايفالويشن اوف ديفيوز ليفرتيسيس. الديتكشن اوف فوكال هيباتيك ليجن زي ما قلنا احنا بنستخدم البي فاليو وبنستخدم كذا بي فاليو علشان نقدر نشوف
ليه بنستخدم كذا بي فاليو يا جماعه؟ احنا فاكرين لما قلنا بنستخدم الزيرو بي فاليو ده معناها ان انا اكس تي 2 بس. طيب انا لو عليت البي فاليو شويه خليته 50، مين اللي هيتاثر بيه اكتر؟ الموليكيولز اللي بتتحرك بسرعه ولا الموليكيولز اللي بتتحرك بالراحه؟ طيب بالعقل كده، انا عندي اربع خمس ولاد، الاربع خمس ولاد دول من ضمنهم ولدين بيجروا بسرعه جدا وفي كل حته عاملين شلل، وثلاثه تانيين بيتحركوا بس بالراحه شويه. لو انا جبت الخمس ولاد دول حطيتهم في اوضه، مين هيتاثر اكتر؟ العيال اللي بتتحرك بسرعه. طيب لو انا جبت الخمس ولاد دول وحطيتهم في دولاب، مين اللي هيتاثر اكتر؟ اللي كان بيتحرك بسرعه، لكن اللي كان بيتحرك بالراحه شويه برضه هيتاثر لان حبسته في دولاب. نفس القصه، انا بجيب البي فاليو عند الزيرو محدش بيتاثر، كلهم في الجنينه بيجوا. لما خليته 50 اللي كان بيتحرك بسرعه اكتر هو اللي هيتاثر، هيبتدي السيجنال تتاثر. لو خليته 500 يبقى انا عمال ازود الريستريكشن على الموفمنت بتاعتهم، يبقى كلهم هيبداوا يتاثروا. فانا بستخدم ديفرنت دي فاليوز علشان اقدر اعرف كميه الريستريكشن اللي موجوده. هل الليجن اللي عندي ده كل المولكيولز فيه ريستريكتد ولا فيه شويه ريستريكتد وشويه مش ريستريكتد؟ فبستخدم ديفرنت دي فاليوز، وكل ما استخدم كل ما استخدم في الديفيوجن كذا دي فاليو، كل ما اقدر اقيس السيجنال ادق، وكل ما السيجنال تطلع لي ادق. فممكن استخدم 50 150، احنا قلنا في الليفل بيوصل لغايه 500 600، اكتر من كده ما بيحصلش تاثير. ليه اكتر من كده ما بيحصلش تاثير؟ يعني انت جبت العيال كلها وحطيتهم في دولاب، في حد بيتحرك، لكن في تيشوز ثانيه ممكن لغايه ال 1000. ليه؟ لان حركتهم اعلى من الليفل واعلى من الايجن بتاعت الليفل، زي في البرين وزي في حاجات الانفكشن والكلام من ده، ممكن اوصل لغايه 1000. فهمنا فكره البي فاليو لما تتغير، نفس فكره العيال الصغيره اللي بيتحركوا وبيتشالوا. تمام؟ الاي دي سي بقى الثريشولد اللي قلنا عليه اللي بنقدر نقول بيه ان الليجن ده بيناين ولا مالجنا، اتعمل دراسات كتير في بيبرز كتيره ولقوا ان في 88% في بعض البيبرز، في 88% من الليجن لو انا استخدمت الثريشولد بتاع ال 1.63 تايمز 10 باور ماينس 3 ملي متر سكوير بير سكند، الرقم ده اللي قبليه موستلي بيطلع بنايم واللي بعديه موستلي بيطلع مالجن. يعني اللي بعديه بيبقى ريستريكتد واللي قبليه بيبقى نون ريستريكتد. يعني عندنا اثنين ليجنز عاده الرقم ده 88% من الليجنز بيطلع اكيوريت ان هو يقول لي الليجن ده بنايم ولا مالجن. يبقى دي من ضمن الحاجات اللي بتكاركترايز الفوكال كاركتيريا، نقدر نقول فيها هل الليجن ده بنايم ولا مالجن عن طريق ان انا اشوف الاي دي سي فاليو بتاعه. لو الاي دي سي فاليو ده الكات اوف بتاعنا عند 1.63، عند 1.63 ده 88% او موست اوف ذا ليجنز ويل بي كاركترايز ايزر تو بنايم اور ذا مالجن سبيكترم، يعني نوديه في المالجن سبيكترم او البنايم سبيكترم عند الكات اوف فاليو ده. دي صورة طبعا بتبين قد ايه الديفيوجن ده مهم. اللي عندنا ليجن هنا زي ما احنا شايفين ايفن في الارتيريال فيز يعني بالعافيه اقدر احدد ان كان في ليجن هنا. في تي 2 يعني فشاش ممكن واحد يشك ان ده ليجن ولا مش ليجن. بصوا بقى لما عملنا الديفيوجن شايفين الليجن هايبر انتنس ازاي؟ ده الاي دي سي ماب بتاعته او صوره الاي دي سي بتاع نفس الليجن، لقينا الليجن لونه ايه هنا؟ هاي بوند انتنس، معناها كده ان الليجن ده ايه؟ ريستريكتد. طالما الليجن ده ريستريكتد موستلي ده هيطلع تيومر، وموستلي التيومر ده هيكون طيب. ايه اللي ممكن يعمل المنظر ده تاني باستثناء حاجه واحده غلط في الصوره؟ اللي تسمع هو اي تيومر سواء بس او اتش سي سي الهيمنجيوم. بس الهيمنجيوم كنا هنلاقي صوره واحده متغيره، اي واحده فيهم؟ التي 2 لازم الهيمنجيوم تبقى حاطه في التي 2 كده. يبقى التي 2 دي كانت لازم الهيمنجيوم تبقى حاطه. وايفن لو علينا التي ار وخلينا التي 2 ده هافي التي 2 كانت هتفضل الهيمنجيوم لايت منور. تمام. الحاله دي حلوه لان فيها اثنين ليجنز. العيان ده كان عنده بريست كانسر او عيان عنده بريست كانسر، عندنا اثنين ليجنز، عندنا ليجن هنا وعندنا ليجن هنا. تمام. هنا احنا قايسين الليجن في التي 2 عادي، وهنا في الفيوجن، وهنا في الاي دي سي فاليو. في التي 2 الاثنين هايبر، في الديفيوجن في واحده ما بقتش هايبر وواحده ستيل هايبر، في الاي دي سي
اتعكست، اللي ما كانتش هايبر فضلت هايبر ودي اغمقت. يبقى مين فيهم اللي فيهم ريستريكشن؟ الكبيره دي اللي فيها ريستريكشن ودي ما فيهاش ريستريكشن، لان في الاي دي سي فضلت هايبر. يبقى الليجن ده موستلي سيست هيباتيك سيست، لكن الليجن ده ميتاستاس. يبقى قدرنا نفرق ما بين تو ليجنز عن طريق الديفيوجن. هفكركم بالصوره تاني. زي ما قلنا الليجن اللي اصلا الووتر مولكيولز مش بتتحرك كتير، التشينج اوف سيجنال مش هيبقى كتير، لكن الليجن اللي الووتر مولكيول بتتحرك كتير بيحصل ريدكشن اوف سيجنال. يبقى الحاله اللي فيها الموفمنت الحركه اسرع واكتر هي اللي بيحصل لها تشينج اوف بيس تي 2 بس، لكن دي ديفيوجن على بي اعلى، على بي 500. على بي 500 السيست ده لغيت الايفكت بتاعه، بدا ما يبانش، فحصل ان دي هي اللي فضلت هايبر انتنس، هي دي اللي فضل فيها ريستريكشن. ان انا قست هنا ايه بس؟ لما عليت البي فاليو حيدت التي 2، حيدت التي 2 شويه، فقال لي ان الايفكت بتاعه اعلى وبان اكتر من الديفيوجن، مش التي 2. لان احنا قلنا في الدي 2 بقيس حاجتين، هعيد تاني نفس الكلام. في الدي 2 في سوري في الديفيوجن بقيس حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ الدي 2 الدي 2 والديفيوجن اوف ذا ووتر مولكيول. تمام؟ عند البي 0 انا بقيس ايه بقى بس؟ الدي 2 الدي 2 بس، لان الديفيوجن مش هيتاثر، لان البي عندي هنا 0، الجريدينت 0، ما بيتاثرش الديفيوجن. لما اعلي الديفيوجن مين اللي بيتاثر؟ لما اعلي البي فاليو مين اللي بيتاثر؟ الديفيوجن. عشان كده هنا لما عليت البي فاليو فضل الريستريكت ديفيوجن هو الهايبر انتنس، لكن لو مش ريستريكشن مش متأثر. هنا برضو ده تي 2 وده هنا وده ديفيوجن وده بي بي سي، ولقينا هنا ليجن حصل له ايه؟ هايبر انتنس هايبر ايزو انتنس في تي 2 مش شايفه خالص. ايزو في التي 2 فانا مش شايفه. ما ده يعني عشان دي ميزه الديفيوجن، ان الليجنز اللي انا مش شايفها الديفيوجن بيبتدي يبينها لي احسن. خلاص ففي التي 2 ايزو، في الديفيوجن عند بي 50 بدا يبقى هايبر انتنس، في الديفيوجن عند بي عليت البي خليته 500 فبدا يبقى مور هايبر انتنس. لما اديت العيان كونتراست الليجن حصل له ايه؟ في الارتيريال هايبر انتنس. فده بين لنا اكتر من يعني معناها كده ايه؟ ان انا لو كنت عامل تي 2 بس وانا عندي الكاركترستكس بتاعت الاتش تي سي في تي 2 بس، ايه هي؟ الاتش تي سي هايبر انتنس، لكن انا الليجن ده عندي في تي 2 مش باين. فده يعمل لي يلخبطني، لكن لما بدات اعمل الديفيوجن بان ان الليجن ده هايبر انتنس، وكل ما بعلي البي فاليو كل ما الهايبر انتنس بتاعتي بتزيد. ولما اديت العيان كونتراست حصل له ارتيريا هايبر انتنس، ده يخليني ادايجنوز اتش تي سي وانا كونفرنس. الخطوه الثانيه اللي قلنا عليها البريدكشن اوف تيومر ريسبونس تو تريتمنت، زي ما قلنا ان لما بيحصل لما بعمل العيان عنده اتش تي سي عملت له ار اف او عملت له كيموبيلايزيشن، ده معناه ان انا بعمل ديستراكشن للليجن. لو طبعا عملت ديستراكشن للليجن يبقى السيلز هتبقى ديستراكت، السيلز متكسره، يبقى الديفيوجن هيبقى اكتر، يبقى الريستريكشن هيقل. يبقى العيان لو انا عندي قبل كده قيس له الاي دي سي بتاعه وطلع كذا، وبعد التريتمنت الاي دي سي اتغير، ده معناها ان في ريسبونس تو تريتمنت. لو الاي دي سي ما اتغيرش يبقى العيان ما استفادش من الفيش. وده من ضمن الحاجات اللي بتديتكت الريسبونس تو تريتمنت even more early عن ال conventional MRI. يعني انا لما بعمل فولو اب العيان بال MRI بعد الكيمو بلايزيشن او بعد الار اف، بعمل له فولو اب بعد قد ايه؟ عاده من 3 اسابيع لشهر، يعني من 3 اسابيع، 4 اسابيع، 6 اسابيع، لان يعني الريسبونس ما بيبانش في ال conventional MRI عادي. لكن بال ADC فاليو اقدر اديتكت الريسبونس from 1 to 2 weeks، يعني بعد اسبوع من التريتمنت
يبتدي التيومر يتكسر. فبعد اسبوع اقدر اشوف التشينج ان ال سي فاليو، بعد اسبوع اقدر اقول اذا كان العيان ده هيبتدي فعلا يتكسر. وده مهم في حالات الكولوريكتال كارسينوما، لان حالات الكولوريكتال ميتاستاسيس في الليفر بتتعالج بايه؟ كيموثيرابي، مش بلوكال تريتمنت. الكيموثيرابي ده بيأثر على العيان كله. فانا لما اديت، لو اديت العيان كيموثيرابي لمده اسبوعين وقست ال اي دي سي فاليو، طبعا الكلام ده كله اندر ترايل، وقست ال اي دي سي لقيت ال اي دي سي ما اتغيرش، ده معناه ان العيان نوت ريسبوندنت تو ذيس ريجيمين اوف كيموثيرابي. بدل ما اقعد اديله كيموثيرابي لمده 3 شهور ويطلع بعد كده مش نافع وبعدين اغير الريجيمين، لا ده انا هنا ممكن اديتكت الموضوع بعد اسبوعين، لا ده مش نافع يا جماعه الكيموثيرابي ده انا بصراحه غير، او اللي بتاع الاورام غير الريجيمين بتاعك شوف ريجيمين تاني، لان نوت ريسبوندنج تو ذيس ميتاستاسيس نوت ريسبوندنج تو يور ريجيمين. فاهمين؟ من ضمن الحاجات اللي برضه ستيل اندر ترايل الايفالويشن اوف الديفيوز ليفر ديزيز مينلي السيروز، لان السيروز ده معناها ايه؟ ان انا بحط في الليفر ايه بتاع العيان؟ فايبرس تيشو، انا بحط فايبرس تيشو سيروزس يعني فايبروزس. لما بحط فايبرس تيشو بيحصل ايه للليفر؟ بيزيد الريستريكشن اوف تو ذا ووتر موفمنت، ثم بيزيد الريستريكشن ده معناها ان السيروزس عمال يزيد. يبقى انا بالاي دي سي فاليو اقدر احدد الديجري اوف سيروزس. دي من ضمن الحاجات اللي بيتعمل عليها ترايل، ان انا اقدر احدد بالظبط الديجري اوف سيروز بالاي دي سي فاليو. ده معناها ان العيان ده لما اجي انا اعمل له ايفالويشن، انا قبل ما اجي عيان انترفيرون عشان السيروز كنت بعمل له ايفالويشن الليفل بايه؟ بايوبسي. طب انا لو قدرت اوصل لطريقه نون انفيزف ان انا اقدر احدد الديجري اوف سيروز للعيان من غير بايوبسي، طبعا دي احسن 100,000 مره ان انا ادخل عيان جوه ماجنت واقيس له الاي دي سي بتاع الليفر وبالاي دي سي فاليو ده اقدر اقول الديجري اوف سيروزس ده قد ايه، احسن ما اخد تيشو بايوبسي. هنخلع الموضوع ابوخ منه اللي هو الام ار سبكتروسكوبي جوه الليفر. الاسبكتروسكوبي طبعا زي ما احنا عارفين في البرين، انتوا برضه ما خدتوش الورا، ان انا بقيس بقيس كيميكالز في التيشو. والكيميكالز دي بتعتمد على كذا ميتابولايت. الميتابولايت دول من اشهر الحاجات اللي بتاعتهم الكولين والليبيدز والحاجات دي. ايه البروتون سوري ايه الحاجه اللي انا بقيس بيها الميتابولايت اللي موجوده؟ عندنا كذا نوع، منهم البروتون اللي هو الهيدروجين، الهيدروجين نفسه اللي موجود، والهيدروجين ده هو اللي بقيس بيه الميتابولايتس اللي موجوده، او الفوسفورس. يبقى احنا بالسبكتروسكوبي عندنا حاجتين بالام ار، يا اما ام ار سبكتروسكوبي، يا اما بقيس البروتون اللي هو الهيدروجين، يا اما بقيس الفوسفورس. خلاص، يبقى الموست كومن نيوكلاي يوز بالام ار سبكتروسكوبي الفوسفورس اللي هو البي 31، او الاتش 1 اللي هو البروتون بتاع الهيدروجين. وفي ناس بتستخدم الصوديوم، لكن هو اشهر حاجتين مين؟ الفوسفورين والبروتون. وفي البرين عاده بنستخدم مين؟ الهيدروجين. خلاص؟ طبعا الجزء الاولاني ده عباره عن الفيزيكس بتاعت الاسبكتروسكوبي، ان احنا او طبعا الاسبكتروسكوبي ان احنا بنستخدم حاجه اسمها سنجل بوكس. سمعتوا الكلام ده في الفيزيكس ولا مش هقولكم؟ حاجه اسمها سنجل بوكس تكنيك وحاجه اسمها مالتي بوكس تكنيك، وان احنا دول المين ميتابولايتس اللي موجودين في اي تيشوز، الووتر والليبيد والاكتيت والجلاتينين والكولين والالانين والجلوكوز، وكل واحد الفريكونسي بتاعته اللي بتظهر على الجراف البيك بتاعته بتطلع فين. الووتر بتطلع عن 4.2 بارت بير مليون، والكولين ده المهم عن 3.2 بارت بير مليون، والكرياتين عند 3 بارت بير مليون. دول اهم الحاجات اللي بيطلعوا في اي حته في الجراف بالظبط. ده شكل الجراف اللي بيطلع من النورمال ليفر. اعلى حاجه فيه بتبقى موجوده ايه؟ هي الووتر، وبعد كده الليبيدز. زي ما قلنا عندنا السنجل بوكس تكنيك والمالتيبل بوكس تكنيك. دي الطريقتين اللي بنستخدمهم عشان نعمل الام ار سبكتروسكوبي، واحده اسمها ستيم واحده اسمها بريس. الحاجات دي فيزيكس، جاست فيزيكس، فانا مش هقولها بس هسيبها لكم في السلايد وتقروها. ومن اعلى الحاجات اللي موجوده في التيشوز اللي بتاثر على بقيه الميتابولايتس هي ايه؟ اللي اكتر حاجه بتكون منها جسم البني ادم او جسم اي حاجه، الووتر. فاحنا لازم نسبرس السيجنال بتاعت الووتر شويه، نلغي معظم الووتر فيفضل لنا سيجنال قليله للووتر،
وعلشان نقدر نشوف بقية الميتابولايتس، لان احنا لو ما عملناش سبريشن للووتر مش هشوف بقية الميتابولايتس، هشوف بيك عالية جدا من الووتر. فانا بحاول اقلل الووتر على قد ما اقدر بحيث انها تطلع لي البيك اللي احنا شفناه، واقدر اشوف بقية البيكس من ضمن بتاعت الليل. من ضمن الطرق اللي اللي بنعمل بيها سبريشن للووتر حاجة اسمها تشيست. خلاص يبقى عندنا الستيم والبريس، دول اللي هم التكنيك اوف ام ار سبكتروسكوبي، والتكنيك بتاع اللي انا بعمل بيه سبريشن للووتر اسمه تشيست. ده فيزكس هو مش المفروض ان انا اقولها لكم، بس هي موجودة عشان تقولها. الامتحان فيها احنا قلنا ان في الديفيوجن بنديتكت الديفيوز ليفر ديزيز، اهم حاجه فيهم في الديفيوجن بنديتكت بيها الديفيوز ليفر ديزيز اللي هو السيلولز. في السبكتروسكوبي برضه بنعمل ايفالويشن للديفيوز ليفر ديزيز، بس اهم ديفيوز ليفر ديزيز اقدر اعمله ايفالويشن هو مين؟ الستياتوز، الفاتي انفلتريشن اوف ذا السياتوزس هيستولوجيكالي متقسم لجريد، جريد 0 وجريد 1 وجريد 2 وجريد 3. جريد 0 ان هو اقل من 5% من الهيباتوسايتس فيه انفاك، جريد 1 من 6 ل 33%، جريد 2 يعني 3 ل 3 يعني، جريد 2 من 34% ل 66%، جريد 3 اكتر من 66% لغايه 100%، يبقى ده الجريد بتاعك السياتوزس. في السبكتروسكوبي بقى احنا قلنا عندنا البيك بتاعت الووتر وعندنا البيك بتاعت الليبت. ده الجريد زيرو يعني الليبت ما فيش ليبت كتير، فزي ما احنا شايفين البيك بتاعت الليبت صغيره والبيك بتاعت الووتر هي اللي عاليه. جريد 1 البيك بتاعت الووتر قلت والبيك بتاعت الليبت بقت قدها، وفي حاجه اسمها اتش سي اتش 2 ليبت هي اللي موجوده بس. خلاص يبقى احنا عندنا السي اتش 2 ليبت هي اللي موجوده والاثنين قد بعض، ده جريد 1. جريد 2 الووتر بدات تقل كتير وال CH2 ليبت زادت اكتر من الووتر. جريد 3 الووتر قلت خالص وال CH2 ووتر عاليه جدا، وبدا يظهر لنا بيك ثانيه بعديها اسمها CH3 ليبت. يبقى عن طريق ال MR سبكتروسكوبي اقدر اعمل جريدنج للفاتي انفلتريشن اوف ذا ليفر قريب كتير من الجريدنج بتاع الهيستوباثولوجي. الهيستوباثولوجي يعني لو احنا قلنا لا لا ثواني لا مش بتحكي ثواني، انت بتقيس الميتابولايتس اللي موجوده في النورمال تيشو. الفرق ما بين الام ار سبكتروسكوبي والام ار ايمج العاديه ايه؟ الام ار ايمج انا باخد سيجنال من التيشو واحولها صوره. لا في الام ار سبكتروسكوبي انا باخد سيجنال من الكيميكال واحولها لجراف مش لصوره. يعني انا باخد سيجنال من الكيميكال اللي موجوده في التيشو واحولها رسم بياني. الرسم البياني ده يديني كل الكيميكال موجود كميته قد ايه في الحته دي. خلاص والفيزكس بتاعت الموضوع ده زي ما قلنا الطريقتين البريس والستيم، وبقلل الووتر عن طريق الشاس، وده فيزكس تقروها في الفيزكس. يعني مش مطلوب ان انا اقولها لكم دلوقتي، بس انا يعني جاست ان احنا تو ريمايند يو بالفيزكس، المفروض ان انتوا خدتوا الفيزكس. الحاجات اللي هي السبيشال اللي انا قريت منها بالعكس، ده المفروض انتوا تاخدوا الحاجات الجديده، لان دي الحاجات اللي بتستخدم في الوقت السبكتروسكوبي والديفيوجن والحاجات دي، ده الفيزكس الجديده فلازم تاخدوها يعني طالبوا هكذا. خلاص فانا بقيس الميتابولايت واحول الميتابولايت دي بدل الصوره بحولها لجراف، والجراف ده بشوف كميه الميتابولايت اللي موجوده هنا قد ايه. فانا في النورمال ليفر او جريد زيرو ستياتوزس بلاقي الووتر هي اللي عاليه وبلاقي الليبت اقل ومينلي سي اتش 2. جريد 1 ده بعمل ماتشنج ما بين السبكتروسكوبي اللي بيطلع والجريدنج سيستم او هيباتو ستياتوزس عن طريق البايوبسي. البيوبسي زي ما قلنا فيه اربعه جريد، جريد 0 وجريد 1 وجريد 2 وجريد 3 اللي انا قلتهم لكم قبل كده، اكوردنج تو ده كميه الفاتي اللي موجوده في الليفر. بالسبكتروسكوبي قدرنا نعمل ماتشنج للكلام ده. لما بلاقي جريد 0 ده بلاقي الوتر هي اللي عاليه، الليبد سي اتش 2 ليبد واطيه ومفيش سي اتش 2 ليبد. جريد 1 السي اتش 2 ليبد بتبقى قد الوتر. جريد 2 سي اتش 2 ليبد اكتر من الوتر. جريد 3 CH2 ليبت اكتر من الووتر، وبدا يظهر كمان CH3 ليبت نوع ثاني من انواع الليبت. خلاص فده بيبقى عباره عن ماتشنج لكميه الليبت اللي موجوده في الليبر مع مع نتيجه الهيستوبولوجي او البيوبس. يبقى عن طريق الام ار سبكتروسكوبي انا ممكن ما اخدش بيوبسي من العيان واقدر اعمل ستيجنج كويس للجريدنج اوف هيباتيك ستيتوس. تمام؟
دي صورة جايبينها يعني كده، يقول لك ان انا باخد البوكسل ده واخد واقيس فيه الكلام اللي احنا قلناه، ونلاقي الوتر قلت والسي اتش 2 ليفل عالي قوي والسي اتش 3 ليفل اقل منه شويه، ده معناها ان العيان ده عنده ايه؟ جريد 3 برضه احنا قلنا بنستخدم الاسبكتروسكوب في الديفيوز ليفر ديزيز، من ضمن الحاجات اللي بنستخدم فيها الاسبكتروسكوب برضه الفوكال هيباتيك ليجن، اقدر اشوف كميه الميتابولايت في الفوكال هيباتيك ليجن، وعن طريق الريشيو زي بالظبط في البرين لما بنلاقي الكولين كرياتين ريشيو بدا يتغير، اقدر اقول ان الليجن ده بيلاين ولا مالجننت، او الجريد بتاعت الجلايوما اقدر اعمل لها جريدنج اكوردنج تو كميه الكولين كرياتين ريشيو الموجود. نفس الحكايه في الليفر برضه، ان انا الفوكال هيباتيك ليجن اقدر اشوف الميتابولايتس اللي موجوده واشوف الريشيوز ما بينهم وبين بعض، وعن طريق الريشيوز دي اقدر اقول اذا كان الليجن ده بيلاين ولا مالجنت. اهم حاجه في الليجن في الميتابولايتس اللي موجوده في التيومرز مين هم؟ زي البرين بالظبط، مين الكولين؟ الكولين احنا قلنا الفريكونسي بتاعته بتبقى عند 3.2 بارت بير مليون، وعن طريق الكولين ده اقدر اشوف اذا كان الليجن ده بيلاين ولا مالجنت. ليه؟ لان المالجنت تيومر بيبقى فيها رابيد سيل تيرن اوفر. يعني ايه رابيد سيل تيرن اوفر؟ يعني عشان هو مالجنت تيومر وهو اجريسيف تيومر فيبتدي يحصل تدمر ريبليكيشن للسيلز، فالسيلز عماله تتكون كتيره في نفس الوقت، عشان هي جريدي سيلز بتموت بسرعه هي كمان، عشان كده التيومر بيحصل له نكروز. فلما هي عماله تطلع سيلز وكسرها والسيلز دي جعانه وعايزه تاكل ومش قادره تاكل في نفس الوقت، فبتبتدي تموت. فتكسير السيلز ده يطلع لنا ميتابولايتس، الميتابولايتس دي من اهم واحد فيهم الكولين. فلما الاقي الكولين عادي في التيومر، ده معناه ان التيومر ده ايه؟ اجريسيف تيومر، لان السيلز عماله تتكسر تريبليكيت تكتر، في نفس الوقت جعانه مش قادره تاكل فبتموت. فلما بتموت بيحصل ريليس للميتابولايت، فكل ما الكولين يزيد كل ما معناها ان المالجنسي او الجريد اوف مالجنسي بتزيد في العيان ده. وده من ضمن الحاجات قلنا في البرين اللي بتحدد لنا الجريد اوف جلايوما. احنا عارفين ان جلايوما اكوردنج تو دبليو اتش او ليها جريد. ما خدتوش نيورو كمان؟ انتوا خدتوا ايه؟ في الجروس الكولين اجينست الاسيتيت مش اجينست الكرياتين. في البرين بنعمل كولين كرياتين ريش، في البروست بنعمل كولين اسيتيت ريش. ده موضوع تاني موضوع تاني موضوع. ففي النيورو الدبليو اتش او عامله جريدنج سيستم للجلايوما. الجريدنج سيستم ده اكوردنج لايه؟ للهيستوباثولوجي برضه، ان انا باخد التيومر اعمل له تحليل في العينه. طب انا بالاستكتروسكوبي اقدر اقول الجريد من غير ما افتح دماغ العينه واخد عينه. لما الاقي جلايكو اسمه مالتي فورم، يعني هاي جريد جلايوما، بلاقي الكولين كرياتين ريشيو في السما، لان الكولين كتير جدا. من ضمن الحاجات اللي قلنا بنستخدمها برضو في مينلي في البرين، احنا قلنا بنستخدم البروتون او الاتش سبكتروسكوبي، الهيدروجين بيست سبكتروسكوبي. في الليفر ممكن نستخدم الفوسفورس كمان، ان احنا نقدر نشوف الكومبوننتس بتاعت الماتيريالز اللي موجوده. من ضمن الماتيريالز اللي موجوده في السيلز او الكولين كونتيننج كومباوندز، حاجه اسمها فوسفو داي استر كولين وفوسفو مونو استر كولين. دي بتستخدم في حاجه ودي بتستخدم في حاجه. الفوسفو مونو استر انفولفد ان ذا سينثيسيس اوف فوسفو ليبيد، ويتش از ان امبورتنت كومبوننت في السيل ميمبرين. لو تفتكروا من ايام الهيستولوجي ان احنا كان بيبقى عندنا حاجه اسمها فوسفو ليبيدز موجوده في الميمبرين. الفوسفو مونو استر دي من اكتر الحاجات اللي بتستخدم في نوع من انواع الفوسفور اللي بتستخدم في الفوسفو ليبيدز. فلما الاقي الفوسفو مونو استر كتير، معنى كده ان انا عندي سيل ميمبرين برودكشن كتير، ده معناها ان التيومر ده هايلي سيلول او هايلي هاي سيلول تيرن اوفر. ان انا عمال اكون فوسفو سيل ميمبرين، عمال اصنع سيل ميمبرين، ده معناها ان انا التيومر عمال يصنع سيلز، عمال يصنع سيلز، ده معناها ان في تيرن اوفر عالي، ده معناها ان التيومر ده مالجنا. خلاص الفوسفو داي استرز ده بقى عباره عن برودكت بيحصل من البريك داون للفوسفوليبيد. يعني انا في الفوسفو مونو استرز بكون منه الفوسفوليبيد، لما اكسر الفوسفوليبيد يطلع لي يبقى ده معناه ان تيومر نكروز. يعني معناها ان انا لما بقى التيومر ده بيتكسر كتير، ده معناه ان في هاي تيومر نكروز، وكل ما تيومر نكروز ده بيزيد يبقى ده معناها حاجتين، ان التيومر ده مالجنت او ان بدا يريسبوند للتريتمنت. حاجتين، يعني لو انا عندي العيان ده لسه اول مره جاي ما خدش تريتمنت قبل كده،
ولقيت فيه سالي كروسس عالي قوي، ده معناه ان التيومر ده مرن عادي مرن، لكن هو اكتف لسه فيه اكتف كومبوننت. لكن عندي عيان تاني بقى هو كان التيومر بتاعه مدي سبكتروسكوبي معين، لما انت عملت له كيمو رايزيشن او لما عملت له ار اف او لما عملت له كيمو ثيرابي بدا السبكتروسكوبي بتاعي يتغير نتيجه ان في نكروزيس، ده معناه ان العيان ده بدا يريسبوند. يبقى من ضمن الحاجات اللي بتديتكت ريسبونس اوف تريتمنت حاجتين، اول واحد مين؟ الديفيوجن. تاني لا كمحاضره نطلع بره كمحاضره من اولها، يبقى الحاجتين اللي انا بقدر اديتكت بيهم الاولي ريسبونس تو تريتمنت الديفيوجن و غير طبعا الكونفنشنال ام ار اي مثلا العاديه اللي هي ان انا بعمل العيان تراي فيزيك ام ار اي وبحقنه صبغه واعرف اذا كان تيومر انهانسنج ولا مش الفات طبعا مهم جدا، لان الفات عباره عن برضه حاجه بتقيس الفانكشن، بتقيس التيومر ده بيستهلك جلوكوز قد ايه. فانا بجيب الجلوكوز ده واحط له ريديو فيسر، يعني اخليه ريديو اكتف جلوكوز، وبعد كده ابتدي اقيس الريديو اكتف جلوكوز ده في التيشن عموما. لما الاقي ليجن اخد جلوكوز كتير، ده معناه ان الليجن ده ايه؟ بيستهلك جلوكوز كتير، ده معناه ان الليجن ده اكتف هاي كل ما الليجن بيبقى مالجن كل ما بيعمل حاجات كتير من ضمنها ان هو يزود البلاد سبلاي بتاعه عشان يبقى فيه انهانسمنت. خلاص كل الكاركترستكس اللي بتتغير في الايمجنج نتيجه تغير البيهيفير، نتيجه البيهيفير بتاع الليجن. الليجن ده هاي مالجن فبيبتدي يعمل ايه؟ هاي متابلت. هو عايز لو تفتكروا من الباثولوجي عايز ياكل، فالاكل بيجي منين في اي حته في الدنيا؟ من الدم. فهو عايز بلاد يعمل ايه؟ يفتح له بلاد يطلع مواد تعمل نيو انجيوجينيسيس، يعني نيو انجيوجينيسيس يعني تكون له بلاد فيسلز جديد، بس البلاد فيسلز بتاعت التيومر غير بلاد فيسلز الطبيعيه. هاب هازردلي ارينج بلاد فيسلز، يعني ايه هاب هازردلي؟ يعني شكلها مش نفس الهيستولوجي بتاع بلاد فيسلز الطبيعيه. بلاد فيسلز الطبيعيه احنا عارفين ان في الارتري انتما وسبانتما وميديا وبعدين ادفنتيشن، لكن البلاد فيسلز بتاعت التيومر لا، ده هو عايز يا جماعه بسرعه لو سمحتوا خلصوني اعملوا لي بلاد فيسلز بسرعه عشان يجيب لي دم. طب انا هعمل لك البلاد فيسلز بيتكون من انتما، طب يعمل حته فيها انتما واحده ما فيهاش انتما واحده، فيبقى البلاد فيسلز شكله غريب كده وعمال يجيب له بلاد. خلاص يبقى بيعمل حاجه اسمها نيو انجيوجينيس، بلاد بيجي كتير يبقى محمل ليه؟ ميتابولايتس، من ضمن الميتابولايتس الجلوكوز. فلما اجيب الجلوكوز ده واعمل له ريت اكتف تريسر يبقى الجلوكوز هيزيد في حته فيها اللي فيها المالجنس، فلما اعمل بات الاقي المالجنس تيومر منور في البات. نفس الحكايه ان التيومر لما بيبقى جريدي وعمال ياكل كتير في نفس الوقت مش حتى بعد النيو انجيوجينيس اللي هو عمله البلاد فيسلز اللي عملها ستيل هو is overgrowing، بيقولوا عليه it's overgrowing its blood supply. يعني ايه overgrowing blood supply؟ يعني هو بينمو اسرع من البلاد سبلاي بتاعه، فالحتت اللي مش واصل لها بلاد سبلاي يحصل لها نيكروز، فالنيكروز ده يعمل ايه في الفيوجن؟ يعني الريستريكشن، مش يزود الريستريكشن، ويعمل ايه في السبكتروسكوبي؟ يطلع لنا فهمتوا؟ فهو البيهيفير بتاع التيومر هو اللي بيغير الميتابولايتس واللي بيغير الهيمودايناميكس بتاعت التيومر عن طريق الحاجات دي كلها. من التغيير اقدر انا اشوف التغيير ده. شايفين بقى في الكيمو ميزيشن، شايفين المنظر ال البلاد سبلاي بتاع التيومر عامل ازاي؟ ده البلاد سبلاي بتاع الليفر العادي. تمام؟ بصوا الفيسلز بتاعت التيومر شكلها عامل ازاي؟ بطشه سودا كده مليانه صبغه. هنا طبعا الصوره انفرتد، احنا بنحمل صبغه صبغه ابيض، بس الصوره هنا انفرتد. قلبين الصوره مخليين الابيض اسود والاسود ابيض. فهنا البلاد فيسل ماشي فيها صبغه عادي خالص، لكن الفيسل اللي فيها التيومر شايفين شكلها عامل ازاي؟ فلما ابتدي احقن العيان واعمل له كيمورايزيشن الليبيد يبتدي يتكون جوه البلاد فيسل اللي بايظه دي، الليبيدول اللي انا بحقنه، عشان انا بحقن في الكيمورايزيشن بحقن الليبيدول. الليبيدول ده ريديو اوبيك، هو لونه ابيض كده، فيبتدي يتكون جوه التيومر. وده من ضمن الحاجات برضو اللي بتخلي التيومر ياخد الليبيدول اكتر من الليبر الطبيعي. ليه ياخد الليبيدول اكتر من الليبر الطبيعي؟ عنده بلاد سبلاي عشان عنده بلاد سبلاي كتير قوي، عمال ياخد عمال ياخد. تمام؟ بعد كده لما عمل له بقى الام ار سبكتروسكوبي يبتدي يتشينج اوف ذا مايكرو انفايرمنت اوف ذا تيومر،
نتيجة النكروزس اللي حصل بعد الكيموبلايزيشن ابتدي يغير لنا الانفايرمنت والميتابولايتس اللي جوه التيومر، فابتدي اعرف اشوف الميتابولايتس دي حصل لها زيادة ولا قلت، ولا الكولين حصل له ايه بالنسبة للليبيدز وبالنسبة لبقية الحاجات، فاقدر اديتكت الريسبونس للتريتمنت. خلاص، فزي ما هنا ده قبل الكيموبلايزيشن وبعد الكيموبلايزيشن. قبل الكيموبلايزيشن كان في كولين عالي لان كان في سنتر اوفر عالي والليبيد برضه عالي شويه، لما عملنا كيموبلايزيشن بدا الكولين يقل وبدا الليبيد يزيد نتيجه الريسبونس تو تريتمنت. دي الحاجات اللي هي بقى ربما يعني مش بنستخدم فيها الكربون ريديو اكتف كربون 13 وحاجات كده، مش مشكله قوي ان احنا نقولها في المحاضره، لكن احنا بناخد المين برنسبلز بتاعه الديفيوجن وبتاعه السبكتروسكوبي. تمام، ده السمري. انا عايز اقول لكم السمري للنهايه علشان نبقى لابين الموضوع. اهم ابلكيشن للديفيوجن في الليل ايه هم؟ اول حاجه الاكشن فوق الفيجن، الكترايز فوق الفيجن، ده اول. ثاني حاجه الديتكت ريسبونس اوف تريتمنت فوق الفيجن. ثالث حاجه ايفالويشن اوف ديفيوز ليفر ديزيز. في الديفيوجن الديفيوز ليفر ديزيز اللي بيتعمل له ايفالويشن هو السيروس. الاسبكتروسكوبي بيعمل نفس الحاجتين، بيديتكت الفوكال هيباتيك ليجن وبيعمل له كاركترايزيشن، اقدر اقول ده مالجنت ولا بنايم، وفي نفس الوقت اقدر اديتكت برضه الافكت اوف تريتمنت ريسبونس. وبيديتكت حاجه برضه من الديفيوز ليفر ديزيز اللي هم الليفر ستياتوزس او الفاتي اكتيفيشن. ده مينلي اهميه الديفيوجن واهميه الاستكشاف. الحاجات اللي احنا قلناها ديت، التفاصيل اللي احنا قلناها اقروها بقى كويس من المحاضره عشان تبقى على الديسكتوب علشان الامتحان وعشان نفسكم بعد كده. اوكي؟ لا يعني اقرا يا جماعه، اقرا ان شاء الله، بس ان شاء الله هحاول اطلع كل مره.